عزيزي المعتمر، أنت الآن على وشك التوجه لبيت الله الحرام للقيام بإحدى شعائر الإسلام وهي العمرة. قبل البدء الاغتسال والإحرام، ومن ثم النية بالعمرة، وبعدها التلبية، الطواف والاطباع. بعد ذلك عليك باستلام الحجر الأسود بقول بسم الله والله أكبر ولله الحمد، ثم الطواف 7 أشواط حول الكعبة، والصلاة 2 ركعات خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وذلك بعد الانتهاء من الطواف. ويليها السعي 7 أشواط بين الصفا والمروة مع الهرولة بين العلمين الأخضرين، وعند الانتهاء تتحلل من الإحرام، وذلك بحلق الرأس أو التقصير. وهكذا تتم العمرة، تقبلها الله وبارك الله لكم جميع طاعاتكم.